وفرصة خاصة للناخب انه يحدد الان اختيار ويتعرف اكثر على المترشحين. ان شاء الله نتبناوها فرصة اولى في هذه المناظرات اللي تتواصل على امتداد ثلاثة ايام تبدا هي الى يوم 5 سبتمبر يوم الاختراع. نتمنوا ان تكون الانتخابات نزيهة حرة للجميع ويمشي التونسي بك. اليوم الخطوة الأولى في الطريق إلى قرطاج، الطريق إلى قرطاج تونس تختار ساعة ونصف، هي تقريبا مدة هذه المناظرة اللي تنتجها الترزة التونسية بالاشتراك مع القطاع الخاص السمعي البصري ومبادرة مناظرة وتحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال. Yes.